المركز المتخصص لتشخيص ضعف وضمور عضلات هو جزء من المختبرات الطبية الأولى، وهو قد أنشئ في سنة 2000 ليتعامل مع حالات ضعف وضمور عضلات المتواجدة في الأردن وفي العالم العربي. تشخيص ضمور العضلات بيمر بعدة مراحل. أول ما يجي المريض لمركزنا عشان نشخص ضمور العضلات بسأله أسئلة تفصيلية عن جميع العضلات اللي بالجسم، لأنه بيهمني أي عضلات هي أصبحت ضعيفة أو أضعفت بسبب هذا المرض. مرات تفاصيل دقيقة عن العائلة أو الأمراض الوراثية اللي بالعائلة إذا موجودة، بداية الضمور وكيف وإيش اللي وصل له هلأ، العلاجات اللي أخذها سابقاً، لأن معظم المرضى بيأتوا للأسف ما بيأتوا ببداياتهم، بيأتوا بعد ما تعالجوا من مكان لمكان لمكان، وهذا بضر بالمريض مرات إذا ما شخص بالبداية. أخذ عينة من العضلات، لكن بنأخذ عن طريق إبرة صغيرة، عادة بنأخذ من هذا الضمور، نفحصها بطرق متقدمة جداً، نعرف إيش المشكلة اللي صابت أو إيش الخلل اللي صاب هذه العضلات. كثير من الناس بيسألوا هل لضمور العضلات علاج؟ هل فعلا في ناس تشخصوا وتعالجوا؟ أنا بدي أذكر قصتين صاروا معي. في مريضة الأولى جاءت عندي من سان دييغو كاليفورنيا بأمريكا. هاي المريضة عمرها 26 سنة، بدأت تلاحظ أنها ما بتستطيع تحمل ابنها زي ما كانت تستطيع، وما بتستطيع تمشط شعرها بنفس الطريقة اللي كانت تمشطه. جاءت إلى مركزنا، فلما جلست معها وسألتها بعض الأسئلة فعملت لها الفحوصات، فكان إنه سبب ضمور العضلات عندها هي وجود الغدة الزعترية. استطاعت هذه المريضة إنها تأخذ العلاج المناسب وأزيلت الغدة الزعترية عندها، وبعد ذلك تحسنت تحسن كبير جدا. ولما جاءت عندي بآخر، كانت بداية العطلة الصيفية، فلما جاءت عندي بعد ما خلصت العطلة الصيفية كانت عملت العملية وتحسنت كثير. جاءت وهي حامل بنتها، يعني ما صدقت إنه هذه البنت أو هذه المرأة اللي أجت عندي أول مرة مش عارفة تحمل بنتها، هي نفسها اللي صارت تقدر تحمل بنتها بقوة وبسهولة. فحسيت بالفرحة الشديدة إنه استطعت إني أنقذ امرأة في شبابها من مرض ضمور العضلات. مريضة عراقية كانت جاءت إلي عندها مشكلة بضمور العضلات، وكانت هذه المشكلة تأتي عادة بعد ما تولد. كل ما تولد يجيها مشكلة ضمور العضلات تستمر مدة ثم تشفى منها. فحصتها بفحوصات كاملة تبين أن عندها مشاكل في الأعصاب، فأخذت الدواء اللازم لهذه الأعصاب، والحمد لله رجعت طبيعية جدا وحملت بعد هيك، ولم يتأثر الحمل في مشكلة ضمور العضلات. مركز تشخيص ضعف وضمور العضلات هو المركز المتخصص الموجود في المنطقة عشان نشخص سبب ضمور العضلات، وهذا المركز أنشئ في سنة 2000. في هذا المركز نقوم في عمل الفحوصات اللازمة والمتطورة دائما لتشخيص سبب ضعف ضمور العضلات. أسباب ضعف وضمور العضلات تنقسم إلى سببين رئيسيين، السبب الأولاني وراثي والسبب الثاني غير وراثي. لكن الأسباب الغير وراثية التي تهمنا، لأن معظم الأسباب الغير وراثية لها علاج متخصص ويتمثل حوالي 50% من أسباب ضعف وضمور العضلات. من الأسباب الغير وراثية ممكن يكون هناك التهاب معين أصاب ضعف وضمور العضلات، وإذا تعرفنا أن هناك التهاب معين فممكن معالجة هذا الالتهاب بالأدوية المتخصصة.
ممكن هناك يكون سبب وجود مضادات حيوية يمكن تجه الجسم، مضادات من الجسم ينتجها ضد العضلات أو ضد الأعصاب، وبالتالي تؤدي إلى ضعف وضمور العضلات. ممكن يكون هناك أسباب أدوية معينة أخذها المريض سواء حاليا أو في الماضي أدت إلى ضعف أما العضلات أو الأعصاب. ممكن المريض يعاني من بعض الأمراض التي تسبب مضاعفاتها ضعف العضلات، ونستطيع أن نتعرف على هذه الأمراض باكتشاف الهرمونات المعينة التي أدت إلى ضعف ضمور العضلات. وممكن أن يكون المريض يستعمل بعض المنشطات أو بعض الأدوية المعينة التي قد لا تخطر على باله أنه هذه هي تسبب ضمور العضلات، وهي التي نتعرف عليها ونستطيع أن نعالجها ونتخلص منها.